هذا انفينكس 12 العادي بدون في اي بي، طبعا حاطين لك الاموليد بالبدايه، وهنا اكثر مواصفات تلقيهم، وهنا مخلي لك ال 128 والرام 6 جيجا. اذا فتحنا الصندوق، طبعا هذا زد ام سي يعني وكاله رسميه هذا الجهاز، لا يهمك هذا الامر. هذا هو الجهاز 12 نوت 12، شاشه 6.7 اموليد، 4.3 جيجا، طبعا 7 جيجا راح ينضاف. هنا عندك السمك مالته 7.9 والمعالج الجي 88. اذا فتحنا الجهاز طبعا مبين الوانه معتنيه بالشركه، هذا دخلينا على صفحه وهذه، هذا هو الجهاز. طبعا اللون فتشي خرافي حقيقة، يعني اللون اعتناء بشكل مو طبيعي بالجهاز. شوف العدسة او الكاميرا مع الفلاش المزدوج، هنا قلت لك 50 ميجا بكسل، هنا مؤشر 50 ميجا بكسل، وهنا ثلاث عدسات انفينكس اليو اس بي تايب سي و 3.5 وسماعة الاسفل، وهذه هي الشاشة. وراح نشغل الجهاز وبعدين نرجع له بس نشوف محتويات داخل العلبة شنو راح يكون. شوف هذا الدبوس، وهذه هي دائما اقلكم عليها، هذا شوفه الباركود، تقدر تنصب لعبة او برنامج شنو متاح لك مجاني من هذا الباركود. طبعا هذا هو الكفر الجيلاتين اللي مخيت لك اياه الشركة، هنا الكفر اسود ومصنعيته نوعا ما جيدة، لان هذا جيلاتين. هنا عندك السماعات الموجودة، حلو لحد الآن اكو سماعات، وهنا عندك اليو اس بي تايب سي للاي، هنا 30 واط اعلى قدرة بالنسبة للجهاز. هذه كل محتويات العلبة الموجودة في الجهاز. احلى الجهاز، هاي هي الواجهة بالنسبة للجهاز. هاي الاشياء طبعا انا شرحت لكم اكثر من مرة، تغير تقدر الواجهة تخليها افقي او عمودي حسب ما انت ترغب، لكن هنا عند بعض الاشياء اريد اسويها بالضبط. هنا عندي هذا الهاتف، هاي معلومات مال الجهاز الضابطة، 5000 ملي امبير بطارية، هنا عندك الرام الاضافة، الكاميرا الامامية 16 ميجا بكسل، والخلفية عندك ثلاث عدسات الاساسية 50 ميجا بكسل. طبعا راح نجرب الجهاز ونقول لكم التجربة الشخصية لهذا الجهاز. الاشياء اللي تحتاجونها ذكروا لنا اياها بالتعليقات، واكيد راح نرد عليكم بالتعليقات او بالمراجعة الكاملة. شنو معدل تحديث الشاشة، شنو لعبة بوبجي، شنو يشغل هذا الجهاز، صوته شلونه، كاميرته، أداءه بالكامل، شنو الأشياء اللي تحتاجونها قولي لي إياها، إن شاء الله أرد عليكم أما بالتعليقات أو بالمراجعة الكاملة. تحياتي لكم.